الاثنين هيكملوا خط دفاع النادي الاهلي المكون ايضا من محمود متولي ومن ياسر ابراهيم. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي واللي هيكون مرافق لبعثه النادي الاهلي في غينيا، واكيد هننقل لحضراتكم من خلال شريف وزمايلنا اللي هيكونوا مصاحبين للبعثه كل الكواليس الخاصه بالنادي الاهلي في هذه الرحله الشاقه والهامه جدا. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا راحت تقليده وده الشرف اني ارافق النادي الاهلي برئاسته الرسميه اللي هتكون طبعا النهارده الساعه 2 صباحا متجهه الى غينيا الاستوائيه في رحله تستغرق حوالي 12 ساعه، بتتكلم في حوالي 5 ساعات لاثيوبيا وبعد كده ترانزيت ساعتين وخمس ساعات تاني لغينيا. فباذن الله هي رحله مرهقه باذن الله تكون يعني موفقه للنادي الاهلي. والراجل الفايلر الخواجه يعني متعود على هذه الاجواء، يعني الاول تناوله بالنسبه له افريقيا، فباذن الله يتعود على هذه الاجواء باذن الله ويبقى ليه طولات وجولات مع النادي الاهلي في افريقيا باذن الله. ان شاء الله. كواليس الاستعدادات للبعثه الاخبار عندك ايه يا شريف؟ طمنا. والسفر وكلام من ده. تمام. طبعا الجهاز الاداري في النادي الاهلي طبعا النهارده سافر مدير الكره الكابتن عبد الحفيظ والمدير الاداري الكابتن شادي علي، طبعا الراجل الخبره الكبيره سافروا النهارده، سافروا امبارح ووصلوا النهارده طبعا غينيا بسلامه الله. طبعا منسقين الجهاز الاداري في النادي الاهلي على اعلى اعلى مستوى، منسقين يكون التجمع في المطار الساعه 11 ونصف مساء النهارده، هتكون الطياره الساعه 2 وثلث بالتحديد زي ما قلت لك خمس ساعات باذن الله لاثيوبيا على الخطوط طبعا الاثيوبيه، وبعد كده ترانزيت ساعتين وبعد كده خمس ساعات تاني الى غينيا الاستوائيه. مدير الكره سبق مدير الكره ومدير الاداري طبعا مظبطين كل حاجه، الفندق الملاعب الاهلي هيتمرن هناك حوالي تمرينتين او ثلاث تمرينات جدا قبل خوض اللقاء اللي هيكون يوم السبت. دي الاجواء، لاعب المنتخب الاولمبي النهارده عندهم مباراه، بعد المباراه هيتجهوا الى مطار القاهره يمكن صاله 3 بالتحديد، لاعب المنتخبات الاخرى هيكونوا هيلحقوا بعثه النادي الاهلي يوم الاربعاء باذن الله هيكونوا في غينيا. الجهاز الاداري عامل تنسيق كامل مع المنتخبات الاولمبي او المنتخب الانجولي او المنتخب المغربي، يعني يمكن سايبين حاجه للصدفه، فباذن الله تكون رحله موفقه وباذن الله تكون فيها ثمارها والنادي الاهلي يقدر يفوز باذن الله على كانو سبورت بطل غينيا باذن الله. اكد لي على جاهزيه الشناوي يا شريف. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، يمكن الشناوي شارك النهارده في التمرين اعلن جاهزيته التامه لمباراه كان سبورت بنفسه، منافسه جديده طبعا مع شريف اكرامي وعلي لطفي لاجل هيلعب، ولكن بطمنك ان الشناوي حالته سليمه، الشناوي قادر على حراسه عرين النادي الاهلي باذن الله يوم السبت. ان شاء الله. يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا وهنظل على تواصل معاك ودايما ان شاء الله في هذه الرحله الهامه لفريق النادي الاهلي.